صباح الخير، صباح النور. حلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. حلقتنا النهاردة عن الجيش المصري، وضيفنا النهاردة ضيف مميز جدا، هو من خير أجناد الأرض، من وطننا ومن جيشنا العظيم الذي نفتخر به في كل أنحاء العالم. ضيفنا النهاردة العميد محمد يوسف بالمخابرات الحربية سابقا، وعضو الهيئة العليا بمؤسسة القادة، والمحاضر بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ احمد، تحية لحضرتك ولكل فريق الاعداد، ويا رب ان شاء الله الحلقه تكون كويسه. ان شاء الله يكون عند حسن ظن المشاهد. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله منورني والله في الحلقه دي. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. من ايام ليست بالبعيده، يعني لسه من قريب، حلت عنا ذكرى عزيزه على كل المصريين، وللاسف الاعلام ما بيسلطش الضوء دايما على الذكرى دي. احب اسمعها الذكرى من حضرتك تقولها انت ونعرفها للساده المشاهدين. طيب خلينا نقول ان احنا من ايام قلائل 5 ايام تحديدا مر علينا ذكرى انا بعتبرها انها من مصر وطني عظيم، يعني اكبر الذكريات العزيزه مش على مصر بس، يمكن على الوطن العربي كله، وهي ذكرى 23 ديسمبر سنه 1956، واللي تم فيها جلاء اخر جندي انجليزي من على ارض مصر. الفترة دي ما كناش بنحارب دولة أو دولتين، احنا كنا بنحارب 3 دول. بالفعل احنا كان عندنا 3 دول قاموا بعدوان على الدولة المصرية، وده كان ليه خلفية، ولازم علشان الشباب للأسف ما يعرفوش اليوم ده تحديدا، وللأسف الإعلام ما بيسلطش الضوء على الذكرى دي. بالتأكيد طبعا، لأن احنا الذكرى دي أنا بعتبرها هي يعني تقريبا في نفس التوازي مع حرب أكتوبر. حرب أكتوبر أنت كنت عارف العدو الحقيقي بتاعك وهو واضح تماما قدامك، لكن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر سنة 56 تحديدا، عندك 3 دول عظمى قامت بالاعتداء على مصر في هذا التوقيت. أنا عارف أن كتير جدا من الشباب ما عندهمش الفكرة بتاعت هذه الفترة تحديدا، كتير جدا لازم نعرفهم بقيمة مصر في هذا التوقيت. مصر في هذه الفترة كانت عندها طموحات انها تعمل مشاريع كتيرة جوه الدولة. احنا كنا خارجين من ثورة، وكان طبيعي ان احنا نطلب من البنك الدولي ان احنا نعمل السد العالي، وتحديدا امريكا كانت تعلم تماما مدى اهمية السد العالي لمصر، واعتقد ان احنا عايشين في هذه الاجواء في الوقت الراهن طبعا. لكن للاسف كان في نوع من انواع الامتعاض من البنك الدولي بمباركة امريكا، ورفضوا في هذا التوقيت ان هم يدوا لمصر منحة علشان يعملوا السد العالي. وقد كان القرار الخالد من الزعيم الخالد برضه جمال عبد الناصر في هذا التوقيت، وهو تأميم شركة قناة السويس، شركة مساهمة مصرية، علشان من خلال الموارد بتاعتها نقدر نعمل السد العالي. وده دايما الرهان اللي دايما بيتم على الشعب المصري من قياداته السياسية على مر العصور. أمريكا كانت مدية بعض العبارات القاسية جدا اللي اعتبرت في هذه الفترة هي عبارة عن إهانة، أو يعني نوع من أنواع التقليل من حجم مصر في هذا التوقيت. فكان الرد من الزعيم الخالد لم يكن على نفس الحوار أو نفس الجمل، رد عملي، ولكن كان رد عملي وهو تأميم شركة قناة السويس. في هذه اللحظة قوى الشر في هذا التوقيت، لأن قوى الشر أصبحت دلوقتي أصدقاء، لكن إحنا بنتكلم على هذه الفترة كان في هذه الفترة الزمنية. في هذه الفترة الزمنية إنجلترا، فرنسا، إسرائيل اتجمعت علشان يتم الاعتداء على مصر بعد هذا القرار. بعد قرار التأمين. علما بأن هذا القرار جاء وفقا للقانون 185 لسنة 56، وهي عودة قناة السويس اللي بتمر في قلب مصر، ونرجع الاستقرار الاقتصادي لمصر. ونستفيد طبعا ونستفيد من الثروات بتاعتنا اللي موجودة في قلب مصر، ما ينفعش دولة تانية هي اللي تدير هذا الموضوع. فاتجمعت هذه القوة للاعتداء على مصر، وبالفعل بعد ما فرنسا اتجمعت فرنسا وبريطانيا وإسرائيل ومباركة أمريكية، أيوة، اتجمعوا. كانت الضربة يوم 29 أكتوبر باعتداء الكيان الصهيوني على سيناء الحبيبة، ويوم 30 ابتدى الطيران الفرنسي الانجليزي انه يضرب مدن القناة، وتلاها يوم 5
5 نوفمبر كان المظليين الانجليز برضك والفرنسويين ابتدوا ينزلوا على ارض او مدن القناه وارض سيناء وكده، هب القوات المسلحه ووقفت وتصدت لهذا العدوان الغادر. واعتقد ان اول جمعه كانت تقريبا يوم 6 او يوم 7 نوفمبر طلع الزعيم جمال عبد الناصر على المنبر في الازهر. شارك الشعب برضه في المواجهه، الشعب في هذا التوقيت انقلب لجيش. كان ما كانش في شعب، علشان كده كان في ملحمه غير عاديه من الجيش من الشعب المصري في هذا التوقيت. الزعيم جمال عبد الناصر طلع على الازهر وقال اذا فرض علينا القتال، اذا فرض علينا القتال فلا يفرض علينا الاستسلام، سنقاتل سنقاتل سنقاتل، رسائل واضحه للشعب المصري. طبعا انتفض الشعب المصري بكل فئاته، المقاومه الشعبيه سندت القوات المسلحه في هذا التوقيت، وكمان كل فئات الشعب العاديه البسيطه حتى السيدات كانت بتقاوم. مش عايزه اتكلم بقى على التفاصيل، مجرد حضرتك بتحكي انا جسمي بيشعر. ربنا يكرمك. فطبعا يعني الشعب كله انتفض انتفاضه غير عاديه في هذا التوقيت للدفاع عن الارض والعرض والوطن. الاجمل من كده ان كان في هذا التوقيت وحده عربيه قويه جدا. لما حصل موضوع الازهر الشريف يعني حصل فيه نوع من انواع الذعر والهلع من القوات المعتديه في هذا التوقيت او الدول المعتديه في هذا التوقيت، فعملت حاجه غريبه جدا انها تضرب الاذاعه المصريه. والاذاعه المصريه كان فيها قناه جميله جدا اسمها صوت العرب وهي حيه حتى هذه اللحظه واللي انشاها جمال عبد الناصر، فكان من المفترض ان يتم اخراس هذه القناه، فتم ضرب الاذاعه المصريه في هذا التوقيت بدون اي ترتيبات وبمنتهى السرعه. انتفض العرب علشان يخلي صوت العرب كما هو، ففوجئنا بعد يمكن سويعات قليله دمشق الحبيبه، سوريا الحبيبه، نتمنى ان ربنا يعني يعدي ازمه على خير، يعدي هذه الازمه القاسيه عليهم على خير يا رب ان شاء الله قريب. طلعت في وسائل الاعلام عندها وقالت نصا من دمشق هنا القاهره، ده رقم واحد. بعديها بسويعات برضه قليله طلعت الاذاعه في لبنان يعني الحبيبه، الإذاعة السورية، ايوه طلعت قالت هنا القاهرة، من دمشق هنا القاهرة. الله، مفيش حاجة اسمها الله، مصر تنكسر ابدا. طلعت برضه كلمة اذا انكسرت مصر انكسر جميع الاوطان العربية. طبعا طلع بعد كده بيروت قالت صوت العرب من بيروت، وطلعت عمان برضه خدت نفس النهج وقالت هنا صوت العرب من عمان. انتفاضة كانت جميلة جدا وكانت رائعة بدون اي ترتيبات مع القيادة السياسية او القيادات السياسية في هذا التوقيت. الأجمل من كده إن الشعب السوري اللي دايماً إحنا بنرتبط معاه بروابط عميقة قوي زيهم زي الوطن العربي، بس سوريا ليها طابع خاص شوية. الرجالة هو العالم العربي كله عامة، يعني مثلاً على سبيل المثال لما حصل أزمة في الكويت كان أكبر ملجأ ليهم هي مصر. كل الدول العربية ملجأهم مصر. لما حصل أزمة في سوريا كان الملجأ ليهم مصر. والعراق، العراق لما حصل فيها كان الملجأ ليهم مصر. تمام. فمصر طول عمرها ملجأ ووطن، مش ملجأ يعني وطن، الوطن الدافئ للوطن العربي كله. فعلا ده حقيقة. انتفض عشان كده بقولك لو انكسرت مصر انكسر العالم العربي، ده حقيقي. انتفض الرجالة في سوريا وقطعوا خط البترول ودمروه الواصل إلى إسرائيل، إلى أوروبا، لأوروبا، فضربوا هذا الخط. كمان حاجة كانت جميلة جدا ان كل العمالة العربية في كل الموانئ العربية رفضت التعامل مع سفن العدوان. ومن هذه النقطة انطلقت مظاهرات يمكن على مستوى العالم عربية كله علشان تقول هو اللي حصل ده حصل ليه. تأتي روسيا او الاتحاد السوفيتي في هذا التوقيت عندما ارسلت كان الاتحاد السوفيتي رسالة شديدة اللهجة لكل من انجلترا وفرنسا وقالت نصا اذا لم تنسحبوا من مصر فسيتم تدمير باريس وانجلترا. فالانتفاضه ديت مع المقاومه الرهيبه للجيش المصري وللمقاومه المصريه حصل طبعا في نوع من التراجع لان خلاص بقى العدوان كده هو عدوان بالشكل ده هو غير مبرر بالمره على الدولة المصرية. خلينا نبقى بنأكد على جزئية معينة ان هذه الدول عندما قامت بالاعتداء على مصر كل دولة منهم ليها اهداف معينة. يعني لو جينا اتكلمنا على بريطانيا فكان عندها حلم انها تعيد مرة تانية احتلال الدولة المصرية لانها عارفة الدولة المصرية وخيراتها وثرواتها
لما نيجي لفرنسا، فرنسا كانت ليها شقين، الشق الاولاني انها تسيطر مره تانية على المجرى الملاحي وهو الاعظم يمكن على مستوى العالم كله، بالاضافه لان كان عندها غضه من الشعب المصري لما وقف مع الشعب الجزائري في حركه التحرير اللي قام بيها وطرد الفرنسيين من الجزائر. بالنسبه لاسرائيل كان عندها الحلم الواهي وسيظل الى يوم الدين حلم واهي، وهي انشاء الدوله اليهوديه من النيل الى الفرات. انتهت الحرب بخسارة مدوية للثلاث دول، وكان هناك إجلاء لآخر جندي يوم 22 ديسمبر، يوم 23 ديسمبر، وهو كان اليوم الحقيقي لعيد النصر قبل أن يتحول إلى يوم 6 أكتوبر. 6 أكتوبر فإحنا بنأكد كان عيد النصر عندنا وقتها 23 ديسمبر. أيوة، وهذا العيد بالمناسبة كانت كل المؤسسات وكل الدولة كانت بتاخده أجازة، وبعدين أجازة ابتدى ينزل شوية المستوى في بقية المدارس والجامعات بس، وبعدين دلوقتي خلاص الناس نسيت الذكرى والناس مش بتحييها للأسف، لكن إحنا في يوم يعني أنا بسميها الذكرى توحيد الشعب. بالتأكيد توحيد، توحيد الشعب بين والجيش يعني، وظهور كمان وحده الوطن العربي، وحده أهم. مصريه وحده وطنيه وحده وطن عربي انا بسميها بصراحه طبعًا. يعني فيها ليها ذكرى لابد من استحداثها مره اخرى، بالتأكيد. ولابد ان يكون ليها دور اعلامي، تسليط اعلامي، لان احنا مش مجرد 6 اكتوبر بس، احنا اخذنا اكثر من جوله في حروب اعتقد كلها الحمد لله والشكر لله مصر كانت ليها الريادة بالتأكيد. أكثر من جولة أمام الأعداء أعتقد. إحنا خضنا يعني علشان برضك الشعب المصري يبقى فاهم قوة الشعب المصري وده مهم، إحنا خضنا مع الكيان الصهيوني 6 جولات لم نخسر إلا جولة واحدة وهي سنة 67. في 67 كانت يعني ليها ظروف وليها شكل كبير قوي وخداع، خطة خداع كبيرة جدا على الدولة المصرية، لكن خلينا نتكلم باستفاضة عن ان كل الجولات اللي خدناها مع الكيان كنا احنا المنتصرين، بدءا من سنة 56 ثم حرب الاستنزاف ثم حرب 73. كانت مرعبة حرب الاستنزاف ليهم اعتقد. بالتأكيد يا فندم، وهقول لحضرتك كمان يعني حاجات كتيرة عن حرب الاستنزاف حالا دلوقتي. وبعدين بعد 73 خدنا جولة كبيرة جدا من الـ من الـ من الـ من الـ المعاهدات لحد ما استردنا سيناء في سنة 82، وبقي جزء صغير هي طابة الحبيبة واللي استردناها كمان سنة 89. يعني كل الجولات اللي خدتها مصر مع الكيان الصهيوني احنا انتصرنا فيها ما عدا سنة 67. خلينا نتكلم علشان حضرتك اديت ايضاح كده بسيط على حرب 67. 67 لما حصلت طلع القادة الإسرائيليين في هذا التوقيت، وعذرا لازم أقرأ النص بس كده، يعني لما طلع القادة الإسرائيليين في هذا التوقيت كان عندهم يعني نوع من أنواع الزهو، وكان هذا الزهو كان يعني زايد قوي قوي عن حدوده وعن الإطار بتاعه، لأن حصل عندهم حالة من الغرور الكبير جدا. يعني بعد 67 تحديدا طلعت علينا جولدا مائير قالت لا يوجد ضرورة لتعيين حدود تانية لدولة إسرائيل، وإن الحدود ستكون حيثما يعيش اليهود وليس حدود الخريطة. ده رقم واحد. رقم اتنين طلع علينا برضك ديفيد بن جوريون رئيسهم، قال ستنشأ في المستقبل ظروف، خلي بال حضرتك ستنشأ في المستقبل ظروف وعلينا أن نستغل هذه الظروف لتوسيع حدود الدولة، وإذا لم تنشأ هذه الظروف فعلينا أن نصنعها بأنفسنا. دي حاجة. كمان إيجال ألون قال برضك، وده كان من كبار المفاوضين اللي كانوا في مباحثات السلام بين الجانب المصري وبين الجانب المصري والإسرائيلي في هذا التوقيت، وقال إن الحدود ستكون حيثما قال إن إسرائيل لم يكن لها حدود وحدودها الحالية مؤقتة. خلي بال حضرتك شو بيقول، مؤقتة. عنده إلى أن يتم عنده فكر إن هو يبدأ يوسع الحدود. أيوة، إلى أن يتم تحديد حدود سياسية كلها كبرياء كانت كلها في هذا التوقيت. لكن طبعا القيادة السياسية في هذا التوقيت الزعيم الخالد جمال عبد الناصر كان له شأن آخر، إن حرب 67 عندما انتهت لم يعني يحدث عملية تجميد حتى 73، بالعكس
في هذه الفترة احنا خدنا أطول حرب مع الكيان الصهيوني واللي اعترفوا قادتهم خلال هذه الفترة بهزيمتهم المفجعة في هذا التوقيت. يعني لازم نقول ان بعد 25 يوم بس من حرب 67 كان عندنا معركة عظيمة اسمها معركة العش في بورفؤاد. كان عندنا يوم 14 أكتوبر الطيران المصري والمدفعية المصرية راحت دمرت العديد من الوحدات العسكرية اللي ابتدت تغزو سيناء. يوم 21 أكتوبر اللي احنا بنحتفل بيه بعيد القوات البحرية وهو إغراق المدمرة إيلات كان في 67. كمان دمرنا الغواصة دكان يوم 24 كانت مدمرة ليهم. حرب الاستنزاف طبعا كانت مدمرة مرعبة ليهم بالتأكيد لانك انت خدت عمليات هم اقروا بكده على فكرة اكتر من 4-5 آلاف عملية عسكرية هم اقروا بكده بالتأكيد. وبعد هذه العمليات العسكرية الضخمة قوي قوي طلعوا بقى بتصريحات تانية جديدة لان هذه العمليات العسكرية كانت موجعة للكيان الاسرائيلي. فيظهر عندنا ابا ابيان وزير الخارجية الاسرائيلي يوم 29 اغسطس سنة 70. انا بتكلم كل ده في حسب جمال عبد الناصر لان هناك من يحاول ان يطمس تاريخ ما قام به هذا الزعيم. طلع ابا ابيان قال ان خسائرنا في الافراد والقتلى وفي المعدات جعلت حرب الاستنزاف غاليه التكاليف بالنسبه لنا ولولا وقف اطلاق النار. خد بال حضرتك بيقولوا ايه. لولا وقف اطلاق النار لكانت إسرائيل في تصاعد غير عادي مع مصر وبالتالي زيادة عدد القتلى والجرحى لدينا وتآكل التفوق الجوي الإسرائيلي. كمان عزرا ويزمان كان في هذا التوقيت هو وزير الدفاع قال في مذكراته سنظل نذكر حرب الاستنزاف أنها الحرب الأولى الطولية التي لم تنتصر فيها إسرائيل وهي حقيقة واقعية مهدت الطريق لشن حرب كبور يعني أكتوبر المجيد. هنا النهارده احنا بناكد لو عيد كيبورد عنده ايوه احنا كده النهارده بناكد ان حتى كل الجولات والحروب اللي احنا دخلناها مع انتصرنا. هذا الكيان احنا الحمد لله انتصرنا. الشعب المصري شعب قوي والدوله فقط المصريه فقط وقعه واحده ولها ظروفها ده بالتاكيد. فاحنا بناكد على ان احنا بنعرف الاستاذ والشباب الجديد مدى قوه جيشك عشان تفتخر بيه وتعرف ان جيشك يعني خاض حروب كتير الحمد لله فاز بيها. هي حرب واحدة فقط لا غير من 6 حروب وذلك لأسباب أنا مش حابب أتكلم فيها يعني. لا إحنا بنتكلم على أن هناك كانت خيانات معينة حصلت في هذا التوقيت من بعض الدول للدولة المصرية واللي كان في تعتيم بالتأكيد وما كانش فيه تعتيم رهيب في المعلومات اللي كانت بترسل لمصر وبالتالي حصلت هذه الهزيمة. نطلع فاصل ونتواصل ونتكلم نكمل معها إن شاء الله. فاصل ونتواصل أرجو أن تبقوا معنا. تاني مع سياده العميد محمد يوسف بالمخابرات الحربيه سابقا ونكمل حلقتنا الجميله. انا بصراحه بفتخر بالحلقه دي لان بتكلم فيها عن جيش بلدي وعظمه جيش بلدي. سياده العميد مصر منذ فتره احداث يناير وهي تشهد شائعات جائحه شائعات انا شرسه برايك ايه هو الهدف من الشائعات دي؟ طيب خلينا نقول ان الشائعات او الحرب النفسيه بشكل او باخر هي اشد الحروب تدميرا وتهديدا لكيانات الامم. علشان كده دايما احنا بنلعب على الوعي يا ساده الوعي الوعي الوعي. ليه؟ لان بالوعي احنا نقدر نتخطى اي ازمه ممكن نتعرض لها. خلينا نتكلم على حاجتين مهمين قوي يا فندم في هذا يعني طالما ان احنا جبنا موضوع الشائعات علشان نعرف مدى تاثيره في بلاد اتاثرت. خلينا نقول ان في الحرب الكورية الامريكية الجيش الامريكاني اسر منه الكثير من الجنود بالالاف وكان في حالة من الموت غريب جدا في وسط هذه الجنود بشكل غريب ومش
مش مبرر، لان الجنود ما كانتش بتتعرض لاي عنف او تعذيب بدني او. فنرجع لعالم اسمه ويليام ماير. ويليام ماير ده كان محلل نفسي كبير في الجيش الامريكاني وليه دراسات كتيره جدا، واستخلص الدراسه بتاعته في ان في جمله واحده بس، ان اشد او اعقد الحروب على وجه الارض هي الحروب النفسية والفكريه. كويس. هو عمل ايه في الدراسه ديت؟ لقى ان في الاف من الجنود تم اسرهم بالفعل، تم وضعهم في سجون. سجون بالنسبه للمثيل بتاعها على مستوى العالم هي مثاليه. ليه؟ لانها معموله في مخيمات كويسه جدا، وان الاسوار بتاعت السجون مش مرتفعه، يعني اللي هيهرب يهرب، بس هيهرب يروح فين؟ هيهرب يعني هيعمل ايه؟ كمان الحاجات اللي كانت بتقدم للجنود في هذا التوقيت هي حاجات يعني فائقه المستوى، من ناحيه الاكل، من ناحيه الرعايه الصحيه، حاجات كتيره جدا جدا ومكونات كتيره جدا رائعه. طيب ومع ذلك ومع كل ده كان هناك اكتر من يمكن 1500 عسكري امريكاني او جندي امريكاني ماتوا بدون اي شيء. كانوا بيصحوا العسكري الصبح بيلاقوه مات. فكانت حاجه غريبه جدا. بتعمقه في الدراسه لقى ان هناك من الكوريين اللي عملوا نظام ممنهج من الشائعات يبثهم في هذه الجنود. ايه هي بقى الحاجات دي؟ بس الرعب عن طريق الشائعات. رقم واحد ان امريكا هي دوله فاشله ولن تستطيع باي حال من الاحوال انها تقوم باي اعمال علشان ترجعكم تاني. الموضوع انتهى بالنسبه لكم، خلاص هتعيشوا حياتكم كلها في هذه السجون. ده رقم واحد. وكانوا دايما بيبثوا ليهم اسوأ ما يحدث في امريكا. فالنهارده انت ادي تلت النفس عندك ابتدى يقفل. التلت التاني انه كانوا بيعملوا لهم اعداد، وهذه الاعداد كان بيخلقوا فيها اجواء ان كل واحد يذكر اسوأ حدث في حياته، اسوأ ما فيه، من خيانه، من اغتصاب، من سرقه، من شذوذ، حاجات كده كتيره جدا. دي اللي خلتهم في الاخر يشعروا بينهم وبين بعضهم بمدى الحقاره اللي بيكنوها بينهم وبين بعضهم. رقم ثلاثه بقى، وده الأهم. رقم ثلاثة، شغلوهم جواسيس على بعض، بمعنى التلصص، وده بيعمل إيه وده بيسوي إيه وده. الكلام ده كله كان بمقابل بسيط قوي، يعني حتة شوكولاتاية، سيجارة، يعني وجبة زيادة. ده كوريا الجنوبية مع أمريكا. جنود الأمريكان. فطبعا الكلام ده رسخ عند الجنود جواهم كده قد إيه إحنا سيئين، قد إيه إحنا يعني هنعمل ايه؟ ما عندناش رغبة. اتولد عندهم في هذه المرحلة حاجة من الموت الصامت او عدم الرغبة في الحياة. علشان كده كان الجندي بينام بالليل بشكل طبيعي، بيصحوا الصبح بيلاقوه مات. علشان كده احنا بنقول دلوقتي خلي بالكم، حرب الشائعات اللي بتوجه في الوقت الراهن ضد الدولة المصرية من بعض القنوات الخارجية، خلي بالكم هدفها في الاخر خالص ان الامه تضيع. عشان كده احنا بنأكد وبنقول، احنا خدنا بالمناسبه معركه من حوالي 10 شهور في جائحه كورونا، وخلينا نرجع للبدايات بتاعه جائحه كورونا تحديدا، ان كم هائل وسيل هائل من الشائعات طلع في هذه الفتره، ان العلاج غير متوفر. هنتكلم عليها دي. وان الموت كثر في الطرق والمستشفيات، وان الاحصائيات غير دقيقه، وان السلع سترتفع أسعارها، وإن السلع كمان هتختفي من الأسواق. كلها كانت حرب إشاعات غير عادية. علشان كده احنا بنأكد ونقول لكم يا جماعة، يا شعب مصر، الوعي 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 لتخطي الأزمة. لازم أحيي في هذه الفترة. يعني هل فعلا فيروس كورونا كوفيد، هل ده فعلا نوع من أنواع حرب البيولوجية، ولا هو جاي من عند ربنا كده يعني؟ والله الحرب البيولوجيه ده احنا عايزين نتكلم على موضوع بقى كده كبير. طيب احنا لازم نقول ان الحرب البيولوجيه بشكل او باخر تم تفعيلها من عقود كتيره جدا لدوله بعينها. وهذه الحرب استخدمت التجارب بتاعتها كتير قوي في معامل سريه للغايه، بعيده اكيد عن اجهزه واعين المخابرات العالمية وكمان وسائل الإعلام العالمية. أنا لما باجي أتكلم على عقود، يعني أنا بتكلم على يمكن من 80-90 سنة، وده مهم جدا لازم نبقى عارفينه. خلينا نقول إن الدول البسيطة العادية ما كانتش تعرف
النواتج القاسية جدا لاستخدام هذه الحرب ضد بعض الدول، لأنها فعلا هي ضد الإنسانية بحاجة بسيطة جدا ممكن يروح فيها مئات الآلاف. ده رقم واحد، ده مهم جدا في الجزئية دي. طيب تعالى النهاردة نسأل، هو ممكن الدول تستخدم أو تستخدم هذه الحرب ليه؟ أو الدولة دي بعينها أو الدولتين بعينهم بيعملوا عملية الترهيب أو الاستخدام الفعلي؟ علشان حاجة واحدة بس، ممكن تكون هذه الحرب هي بديل عن الحرب التقليدية اللي احنا عارفينها. يعني ايه؟ يعني الحرب التقليدية احنا عندنا قوات مسلحة ومدرعات ودبابات وناقلات جند وطيارات وسفن و و و وهيحصل فيه مواجهه وهيحصل فيه لا في حرب نفسيه اقوى دلوقتي، وفي الاخر خالص في الاخر خالص النتاج هنا في خسائر وهنا في خسائر. قد تكون هناك دوله كسبه المعركه لكن هنا خسائر، لديها خسائر. فبتستخدم هذه الحرب بطلقه او بضربه علشان يعني ايه ننهي هذا الموضوع. كمان ممكن الدول تستخدمها كنوع من التهديد او الترويع لبعض الدول اللي ما تتمشاش مع الاستراتيجية والسياسة مع المنهج الخاص بالدولة، مع هذه الدول العظمى. العلماء أكدوا يا فندم خلال هذه الفترة أن الحرب البيولوجية ابتدى يتعمل لها تطوير غير عادي خلال هذه الفترة. وخلينا ندي الفترة الزمنية اللي احنا عايشينها اللي احنا عايشينها. وخلينا ندي أمثلة للحرب البيولوجية اللي استخدمت. بالتأكيد قنبلة هيروشيما وناجازاكي في اليابان. عندنا كمان في حرب فيتنام استخدم النابالم ضد الشعب الفيتنامي وحصد مئات الألاف من الأرواح في هذه الحرب. وخلينا نبص على آخر تجربة لينا قاسية جدا على بلد هي ذات حضارة وكانت بتمثل قوة للأمة العربية وهي العراق، لما انضربت باليورانيوم المنضب والكلام ده. كل ده بيدينا حاجة مهمة قوي، ان المحللين السياسيين طلعوا خلال هذه الفترة وقالوا ان هناك دولة قد يهتز العرش الخاص بهيمنتها على العالم خلال هذه الفترة نتيجة مشاكل كتيرة داخلية، وهناك دولة اخرى قفزت على العالم وسيطرت عليه من الناحية الاقتصادية وسيطرت على السوق العالمي وسيطرت على الميزان التجاري على مستوى العالم وعندها قوة عسكرية هائلة وقد تكون هي اللي موجودة في المشهد. علشان كده النهاردة المحللين والسياسيين اللي طلعوا قالوا ان ما تم استخدامه خلال هذه الفترة منذ شهر 11 سنة 2019 الى هذه اللحظة هي حرب بيولوجية واضحة المعالم. وجهة نظري الشخصية قد اكون صائب فيها او مخطئ، وجهة نظري الشخصية إن عندما استخدمت هذه الحرب في دولة ما كان يعتقد إنها هتبقى في هذا المنبت فقط ومش هتنتشر هذا الانتشار الكبير. خلاص؟ وأعتقد إن إحنا خلينا يبقى بنتكلم على فيروس كورونا دلوقتي، فيروس كورونا أو خلينا نبقى واضحين بقى أكتر في الصين وتحديدا في مقاطعة ووهان، وهي أكبر يعني أكبر مقاطعة اقتصادية موجودة داخل الصين، وبعدين انتشرت يمكن في 28 ولاية. لما زرعت الحاجة دي جوه هذه، هل 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 الفيروس لما زرع خارجيا من دولة خارجية ولا هم كانوا بيعملوا تجارب؟ بما أنا أدق يعني التجارب دي يعني وسعت معاهم بقى وبدأ ينتشر الفيروس في جميع الولايات، خرج من 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 من, من الصين إلى العالم، صدر للعالم، فهل هو كان تجربة بيولوجية فعلا؟ خلينا نقول ان اختلفت الروايتين، تم الايداع الفيروس. هو اختلفت الروايتين ان الصين هي اللي كانت بتعمل هذا الموضوع وان في دولة عظمى تانية اخرى هي اللي عملت هذا الموضوع. لكن خلينا نبص على ما حدث. يعني النهاردة احنا بنبص وبنقف وبنشوف هو ايه اللي حصل. كل دول العالم تأثر بالفيروس غير عادي. ايوه، من حول دول العالم، العالم كله تأثر وما كانش في حد عنده استعداد ليه. يعني أجهزة تنفس صناعي دي كانت المصانع جميع المصانع في العالم توقفت، اشتغلت لا واشتغلت كل توقفت واشتغلت لصنع الجهاز التنفس الصناعي عشان يقدر ان هو يكفي عدد المرضى، لان كان الانتشار كان واسع بطريقه بشعه بطريقه غريبه. يعني في لحظه كده احنا صحينا بنقول ان فيروس كورونا كوفيد. فهل ده ناتج عن تجربه بيولوجيه في الصين أم تم إيداعه من دول خارجية؟ خلينا نقول إن المحللين لما قالوا إن دولة بعينها هي اللي عملت هذا الموضوع داخل الصين لم يكن من فراغ، ولكن التاريخ
بيقول كده. التاريخ كله والتحليل العالمي للأوضاع لبعض الدول في هذه الفترة بتقول كده. لكن خلينا نمشي مع الروايتين. رواية بتقول إن الصين هي اللي كانت بتعمل هذا الموضوع، تجربة بيولوجية، ولكن برضك الصين ما كانش يعني في ال ما كانتش في الحسبة الخاصة بأنها تقعد تخلق حاجة بيولوجية، في حين إن في دولة أو دولتين بعينهم هما اللي ليهم باع طويل في هذا الموضوع. خلينا نقول إن إحنا في الآخر خالص ونحكيها بالبلدي كده، كما لو كان إن فيه جار في الدور الخامس متضايق من جاره اللي في الدور الأرضي، فالصبح وهو نازل ولع في الشقة بتاعته، الشقة طلعت على الدور الثاني على الدور الثالث على الدور الرابع على شقته فوصلت له. فده اللي حصل دلوقتي على مستوى العالم. النهارده لما كوفيد 19 ظهرت في مقاطعة ووهان لم تكن بالمسمى اللي احنا بنقوله دلوقتي، ولكن حالات كده غريبة مرضية بتظهر. هذه الحالات اللي ظهرت لحد ما أعلن عنها أخذت 3 شهور تقريبا، لأن أعلن رسميا عنها يوم 1/2 أو 2/2 السنة دي. طيب يبقى الفترة بتاعت الثلاث أشهر كان هناك زيارات متبادلة بين الصين وكل دول العالم وكل دول العالم والصين، علشان كده هو ده اللي حصل فيه الانتشار الحقيقي للفيروس في كل كل العالم، وبقى يعني حاجة كده يعني ما أعلنش عنه وقتها ده بالتأكيد يعني. فنتمنى العالم كله دلوقتي متجمع على حاجة واحدة بس، وهو يجد العقار الأكثر إيجابية لهذا الفيروس اللي تم تحويره دلوقتي. دي مش هتنتهي إلا بوجود عقار مصل كامل 100%. يعني أنا مش مقتنع حاليا لغلطتي بالمصل اللي فيروس، يعني مش عايز أسمي لشركات، يعني ما فيش عقار واحد تم إثبات جديته في التعامل مع الفيروس ده بالتأكيد. لكن لسه إحنا في طور التجارب الكبيرة قوي اللي بيقوم بيها العالم على وعسى ان هو يعمل عملية تقليل. يعني كذا دولة قالت انا خلاص لقيت الفيروس، انا لقيت علاج للفيروس، وما اثبتش نتيجته. ما هو ده اللي احنا بالعكس دلوقتي. ده الفيروس حاليا بي 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 بيتحور وبيتطور اكثر من الاول. دلوقتي في المرحلة التانية منه. اعتقد ان في دول كتيرة دلوقتي خلاص قفلت وعملت اغلاق كامل حدودها مع الدول الاخرى، زي ما حصل بالضبط السنة اللي فاتت. واعتقد ان مصر لازم اخش على حاجة تانية. مصر كانت رائدة في الفترة دي، وكان عندها نوع كبير جدا من الوعي لدى الشعب المصري. لا، والدولة واجهت الفيروس بصراحة، يعني هي الناس مش قادرة تفهم ان حجم الكارثة، يعني حجم الكارثة كبير. فالناس مش الشعب مش قادر يستوعب حجم الكارثة، انما الحكومة واجهتها بذكاء بـ 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 بإعجاز، بإدارة، بفكر واعي. في حاجات كتيرة قوي الدولة قامت بيها. مستشفيات العزل، احنا كان عندنا في مصر قبل الازمه حوالي 2500 جهاز تنفس صناعي على مستوى الجمهوريه. تخيل حضرتك 2500 جهاز تنفس صناعي. جت شركه ميدترونيك اطلقت تغريده قالت يا جماعه انا بتنازل عن حقوق الملكيه والفكريه للجهاز، وبدعوا العالم لتصنيع الجهاز. مش بس كده، انا كمان بقول لكم تعالوا نتبادل المعلومات ونصنع الجهاز. بصراحه كانت من اول الدول اللي اشتغلت على الجهاز التنفس الصناعي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرار بتصنيع الجهاز. وصلنا لحوالي حاليا وصلنا ل 10,000 جهاز تنفس صناعي غير مستشفيات العزل. بس برضو للاسف الاصابات عاليه. ده طبيعي، لكن احنا برضك بنبص بالمقارنه بيننا وبين دول العالم. احنا الحمد لله في مرحله الى حد كبير. لا، واحنا ما عندناش وعي يا فندم برضو للاسف. هناك فئه قليله من عدم الوعي. لا، وبنيجي نشتكي، يعني احنا ما عندناش وعي وبنيجي نشتكي. في تجمعات، في الكافيهات، في ناس بتعمل افراح، في ناس بتنزل من غير كمامات. انا يعني هقول لحضرتك على موقف انا حصل لي. انا واحد بيكلمني كل عمال يقرب مني، فحتى لو انت ده طابع فيك في الوقت ده تلاشى فيقرب مني فانا ابعد، يقرب مني فانا ابعد. هو طبعا هو يعني عايز يوصل لك المعلومه. فاكر لما يقرب منك قوي هيوصل لك المعلومه. فلا، في تجمعات، في افراح بتتعمل، ما زالت الكافيهات قعدتها فيها برضو بنسب كبيره. ما فيش التزام، يعني احنا المفروض نبقى فعلا ابقى امنا، افضل في بيتك، خلص شغلك روح بيتك، اقعد في بيتك، ما تنزلش الا للضروره القصوى.
انما لا، في ناس بتخرج وبتتمشى وبتروح وبتيجي، فنيجي بعد كده بنلوم ان احنا مش لاقيين مكان. يعني بنيجي بعد كده احنا اللي عاملين الكارثه وعاملين المصيبه، وبنيجي نلوم بعد كده مش لاقيين مكان. فبرضه في برضه الشعب لازم يكون عنده وعي تام. هو الشعب خلينا يا فندم نبقى واضحين، الشعب الى حد كبير عنده وعي، ولكن هناك فئه قليله هي اللي لسه بتمارس حياتها بشكل طبيعي ومش واخده بالها من خطوره هذا الموضوع. والله يا فندم في ناس ما مقتنعه ان في حاجه اسمها فيروس كورونا. لا ده بالتاكيد يبقى ما فيش حاجه حصلت عنده في العائله او في الاسره، لكن مش مقتنعه خالص ان في حاجه اسمها فيروس كورونا. لا بالعكس، انا ما بقعد مثلا اتكلم، انا بحب افهم برضو من بحكم الاعلام، بحب ان انا يعني افهم وجهه نظر ده ايه وده بيفكر ازاي. في ناس انا فوجئت ان هي بتقول لك مفيش حاجه اسمها فيروس كورونا. طب ازاي يا عم مفيش فيروس كورونا؟ يا سيدي فاضل ازاي؟ او حجم القتلى، حجم الوفيات، ولازم اقول قتلى لان دي حرب بيولوجيه، دي حرب حقيقية. بيولوجيه، فانا لازم اغير المفهوم ده من قتلى من وفيات لقتلى، لان ده يعني الحرب البيولوجيه هي عامله زي الطلقه اللي بتطلع علشان تقتل بني ادم. ما حضرتك قلت شبهت بمثال جميل قوي، قلت انا يعني الفيروس تم انشاؤه في الدور الثاني، خلاص هو حرب وصلت بقى بيه لغايه الدور الخامس، هي وصلت ولقت من قام به اذا كان الروايه الاولانيه. واعتقد هو كمان ما كانش عنده استعداد ان هو يواجه الموقف ده بالتاكيد، بدليل ان جميع رؤساء العالم طلعوا وصرحوا ان هم خلاص، يعني في اللي قال الامر متروك الى الله، في اللي قال خلاص انا ننتظر امر الله، وبكى قدام شاشات التلفزيون على، وده بالمناسبه تحديدا في ايطاليا. ويمكن إيطاليا. لازم ارجع لايطاليا في احنا علاقتنا بايطاليا جميله قوي بالتاكيد. هي وبرده في كتير من الساده المشاهدين والمواطنين ما يعرفوش مدى العلاقه القويه، الرابط القوي بين دوله ايطاليا ودوله مصر. طيب خلينا نقول ان خرج علينا، وعذرا لازم اقول كده، بعض السفهاء اللي حاولوا يقللوا من العلاقات الايطاليه المصريه، وحاولوا يشبهوا ما قامت به مصر خلال بدايه فتره جائحه كورونا، ان مصر رايحه بتقدم مساعدات للدوله الايطاليه، برغم ان احنا قدمنا مساعدات حتى الامريكا نفسها، ولكن في تحديدا في ايطاليا احنا قدمنا مساعدات لدول العالم كلها. مصر كانت قويه جدا. مصر حاجه تشرف جدا يعني، والناس تقول لك انت ما تخليك ما تقدم هنا لبلدك الاول. ولما دخلت على ايطاليا قالك بس انت داخل علشان تعمل عمليه استرضاء للايطاليين، علشان القضيه المشهوره بروجيني الايطالي اللي مات هنا. خلينا نقول ان في علاقات قويه جدا جدا بتربط البلدين والدول اللي احنا ساعدناهم قبل كده. تمام، مصر هي اعلى واقوى واعظم دوله في التاريخ حضاريا، لازم نبقى متفقين على كده. دوله حضاره 7000 سنه نشات وبعد كده جه التاريخ. إيطاليا ليها حضارة ولازم نحترم هذه الحضارة. العلاقات بين مصر وإيطاليا كبيرة قوي، ضربة جذورها في قلب الأرض من فترة كبيرة قوي قوي. أولا هم بيطلق عليهم شعوب البحر، يعني إيه اللي واقعين في الطابع النفسي السيكريجيان عندهم نفس الطابع المصري، دمهم حر على فكرة. ما أنا هقول لك ليه يا فندم بقى كمان اللي حضرتك بتقوله، أنت حضرتك بتتكلم في نفس الاتجاه الجميل اللي أنا يعني عايز أوضحه للناس علشان الناس ما يضحكش عليها، ودي برضه كانت من ضمن الشائعات اللي طلعت في هذه الفترة، إن الدولة المصرية بتحاول تسترضي الإيطاليين علشان القضية المشهورة، وإحنا بنقول لأ، ده يا جماعة رقم واحد دول اسمهم شعوب البحر، يعني اللي واقعين في إقليم البحر المتوسط، وهناك تهديدات ليهم هما الاثنين كطرفين، والرؤى والمفاهيم دايما بتبقى قريبه من بعض. في الحرب العالميه الثانيه يا فندم اتعرضت ايطاليا لتدمير كامل، فهرب معظم الشعب الايطالي في مراكب لم يجدوا اي ملاذ امن غير مصر. واستقروا هنا في اسكندريه وفي كفر الشيخ، وكانت اكبر جاليه يمكن في القاهره هنا، ويمكن طلع من عندنا دليده لو حضرتك تفتكرها المشهوره. نهايه الملكيه الايطاليه كان آخر ملوكها اسمه فيكتور إيمانويل. فيكتور إيمانويل لم أسرته بالكامل وجه قعد هنا واستقر في مصر من سنة 47. هورشك ممكن نطلع فاصل ونرجع. اتفضل يا فندم. فاصل متواصل، أرجو أن تبقوا معنا.
ورجعنا لكم تاني مع سياده العميد محمد يوسف المخابرات الحربيه السابق وعضو الهيئه العليا لمؤسسه القاده والمحاضر بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم. حلقه جميله والله، انا مبسوط ان مع حضرتك ومبسوط بالمعلومات الجميله اللي احنا بنعرفها. تسلم يا فندم. نرجع للعلاقات القويه بين الدوله الايطاليه والدوله المصريه. احنا بقى بنتكلم على اخر هجوم هنا الملوك. فتحوا محلات وتعاملوا معانا وعاشوا وسطنا وكان معظمهم تخصص في البدل. طبعا اتفضل. فجالنا هنا اخر ملوكهم وهو فيكتور ايمانويل واستقر هنا في مصر طبقا لرغبته هو وعائلته بالكامل، واستقروا في اسكندريه. ولما توفي عملنا له مقبره ملكيه تليق بيه في كاتدرائيه سانت كاترين في اسكندريه، وتسمى باسمه اهم الميادين في سموحه وفي سيدي جابر. فضلت العلاقات قويه جدا بيننا وبين ايطاليا لحد ما حصلت ثوره 30 يونيو، وكانت اكبر دوله داعمه لمصر في هذا التوقيت كانت ايطاليا. ليه؟ لان ايطاليا كان عندها رؤيه مستقبليه ان مصر واعده وقادمه، مش زي ما شبه لبعض الدول خارجيا ان ما حصل في مصر هو انقلاب والدوله دي راحت ومش راجعه تاني والكلام ده. لا، ايطاليا دعمتنا بمنتهى القوه وبمنتهى، يعني كان عندها عزم قوي جدا انها تقف خلف الحكومه والقياده المصريه في هذا التوقيت. اهتزت العلاقه قليلا في 25، خلي بال حضرتك عشان انا بربط التاريخ، 25 يناير سنه 2016 بالواقع تم اختطاف روجيني. ويعني اعتقد ان هو كان دخل في بعض المنظمات والجمعيات اللي عرفوا اهميته، وانا رؤيتي اللي انا برجحها ان الناس عرفت اهميه هذا الرجل فحبوا يعملوا زي ما بيقولوا كده بالبلدي اسفين في العلاقات المصريه الايطاليه والعلاقات المصريه البريطانيه، لان الولد كان في هذا التوقيت طالب في جامعه كامبريدج. المهم قتل هذا الشاب بشكل غريب جدا واهتزت العلاقه، فتقرر سحب السفير الايطالي للتشاور مش لقطع العلاقه، لا ده كان للتشاور فقط لا غير. لكن سرعان ما رجع هذا السفير مره اخرى الى مصر. ليه؟ لان في المرحله دي ايطاليا تعلم تماما مدى مصر وقوتها وحجمها وانها الرائده. في المصريين عايشين في ايطاليا بالتاكيد، وان هي الرائده في الوطن العربي والمسؤوله عن حل العديد من المشاكل الاقليميه والدوليه، يعني ليها ثقل. عشان كده لما رجعت العلاقه رجعت بتعزيز في العلاقات الثنائيه الرهيبه بين الدولتين. عملنا لان ملفاتنا كلها تقريبا واحده، يعني احنا عندنا ملف الارهاب، ملف الهجره غير شرعيه، ملف ليبيا الشائك، في ملفات مشتركه بين الدولتين، ويبقى الملف الاقتصادي هو أكبر أقوى. والأقوى. ليه؟ والأقوى. لأن الملف الاقتصادي بيأكد أن هي رقم واحد في الشراكة التجارية مع مصر إيطاليا، رقم اتنين حجم الاستثمارات بتاعها هنا يزيد عن 7 أو 8 مليار دولار، وأن عندنا العديد من الشركات اللي اكتشفت، منها شركة إيني اكتشفت حقول غاز، وفي لسه من حوالي 3 أو 4 أيام اكتشفوا حقول جميلة جدا للبترول في الصحراء الغربية. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة كان الجانب الإيطالي عامل كم هائل من المشروعات مع الحكومة المصرية بالشراكة في العاصمة الإدارية الجديدة وفي قناة السويس. ولما أجي أتكلم على قناة السويس أقول إن أكتر من 60% من تجارة إيطاليا بتعدي من قناة السويس عشان تطلع على دول جنوب شرق آسيا. لو بتكلم على قناة السويس يعني بتكلم على الشواطئ، فكانت إيطاليا المصدر أو من ضمن المصدرين الأوائل للسياحة جوه مصر. يبقى هنا أنا بقيس العلاقات بين الدول وبعضها بالحجم ده. مش هتكلم على بقية الملفات الأخرى زي الملف العسكري، زي التعاون الثقافي والتعليمي اللي بيننا وبينهم. عشان كده كان طبيعي قوي إن إيطاليا لما يحصل عندها جائحة كورونا بهذا الشكل المفجع، طبيعي إحنا نقف جنبها، وإن الدول الاتحاد الأوروبي كلهم أعطوا ظهرهم لبعض في هذه الجائحة وكل واحد قال يلا نفسي، كان طبيعي قوي إن مصر في هذه اللحظة تقوم بدور ابن البلد الراجل اللي بيدعم الدولة اللي وقفت معاه وقفة محترمة. علاقات الدول بتقاس بالأواصر القديمة القوية اللي بين الدول، مش حادثة فردية هي اللي ممكن تعمل عملية قطع للعلاقات، خصوصا وإن احنا فاتحين في هذه المرحلة في هيستوري بين الدولتين، في هيستوري طبعا في تاريخ كبير جدا. علشان كده لما حضرتك تبص على
الفتره اللي احنا قدمنا فيها المساعدات ان الشعب الايطالي طلع في الشوارع والكلام ده كله موجود على اليوتيوب وهم بيحيوا الشعب المصري بيتغنوا باسم الدوله المصريه. الكلام ده كله كان ظاهر في اليوتيوب ويمكن جه على كل وسائل الاعلام. فهي دي العلاقات اللي بين الدول. النهارده حادثه فرديه عمرها ما تقطع علاقات واواصر بقالها سنين. يعني عقود طويله جدا جدا. صح. ما يعني حقيقه يا فندم الحوار مع حضرتك شيق جدا. اشكرك ربنا يخليك يا عم. في معاهدات تمت بيننا وبين دوله اسرائيل، هل فعلا المعاهدات دي تم الالتزام بها وام لم يتم الالتزام بها من الطرفين؟ احنا بنتكلم على المعاهدات. عن معاهدات السلام. طب انا عارف ان وقت البرنامج قرب يخلص لكن هتكلم فيها سريعا. المعاهدات اللي تمت، احنا عاملين معاهده مع الجانب الاسرائيلي من فتره طويله تحديدا سنه 79. مش عايز اتكلم على المرحله اللي مرت من 73 حتى قمنا بتوقيع المعاهده. معاهده السلام اللي قام بها الزعيم الشهيد محمد انور السادات كانت يمكن الاقوى على مستوى الوطن العربي، لان احنا اخذنا خطواتها بمنتهى القوه، مش بنوع من انواع الخزي او العار او الانكسار، بالعكس بحسم. فكان فكان ليه ثلاث مطالب رئيسيه في هذه المعاهده، هي ان سيناء كامله مع مصر والجولان كامله مع سوريا. يعني احنا كمان بنبص للوطن العربي بالاضافه ل 45% من اراضي الضفه الغربيه وعاصمتها القدس وغزه وأريحة هي مع السلطه الفلسطينيه. اعتقد ان في هذا التوقيت العديد من الدول العربيه اعتقدت ان دي خيانه وخنجر في ظهر الوطن العربي وان مصر المفروض انها ما تعملش الكلام ده. النهارده لما نيجي نقيس بقى بعد 41 سنه نلاقي ان ما قام به الزعيم الشهيد محمد انور السادات كان صحيح بنسبه 100%، والا ما كانتش الدول العربيه تحزو حزوه في هذه الفتره الراهنه. ليه؟ الامارات العربيه المتحده وتلتها البحرين وتلتها دلوقتي دوله السودان، هناك دول كتيره خلاص هتخش في شراكه مع هذه الدول. خلي بال حضرتك ان اللي عملته الامارات العربيه المتحده وهي دوله غاليه علينا وشقيقه جدا جدا ووقفتها مع مصر جداً يعني جداً حاجه كده محترمه، عملت هذه المعاهده من منطلقات اخلاقيه وعربيه جميله. ليه؟ لان كان من شروط المعاهده بتاعتها يعني عدم استقطاع مزيدا من الاراضي الفلسطينيه لبناء المستوطنات الاسرائيليه، بالاضافه لمحاوله تعويم القضيه الفلسطينيه مره تانية لانها غرقت في قاع المحيط. فاحنا بنحاول نعومها تاني لعل وعسى ان نجد حلا للدولتين اللي كنا بننادي بيهم زمان. مفيش الكلام ده دلوقتي موجود. يبقى النهارده الامارات لما خدت هذه الخطوات فوجئنا ان في العديد من الدول اللي كانت يعني بتسمن على هذا الموضوع. ليه؟ لان الدول القويه دائما وابدا بتدور على المصالح بتاعت الشعوب بتاعتها والمصالح الدوليه وحاله الاستقرار في المنطقه لحاجات كتيره والمعطيات كتيره. ولكن للاسف القائمين على السلطه الفلسطينيه ضيعوا العديد من الفرص. خلي بال حضرتك انا بكلمك سنه 79 كان 45% من اراضي الضفه وعاصمتها القدس كانت مع السلطه الفلسطينيه المفروض، لكن للاسف علشان ما حضروش النهارده انا ما عنديش 3-4% في ايد السلطه الفلسطينيه. يبقى النهارده لما نيجي نتكلم ونبص ونشوف اللي حصل على الارض ناكد ان السلطه الفلسطينيه في هذا التوقيت ضيعت، او السلطات الفلسطينيه اللي جت خلال الفتره ديت ضيعت فرص عديده جدا جدا جدا، ويعني استقرت على انها توجه الخيانات للشعوب العربيه او للشعب المصري تحديدا، وما كانش معاهم اي ادوات تانية غير ان هم يتهموا الشعب المصري او يطلبوا من الشعب المصري انه يحارب اسرائيل ويطلبوا من العرب ان هم يدعموهم ماليا. الكلام ده خلاص لازم يبقى فايق الشعب الفلسطيني في هذه الفتره الصعبة جدا، أن قد يكون القائمين على الدولة ما عندهمش الرغبة في إيجاد حل مناسب للقضية الفلسطينية. أنا عاوز لها حلقة تانية إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم إن شاء الله. بجد في حاجات كتير كنت عايز أتكلم حضرتك فيها بس الوقت بس عرفنيش. إن شاء الله ربنا يسعدك. شكرا لحضرتك يا فندم، كنت منورني في الحلقة وكانت حلقة جميلة بحضرتك بجد. ربنا يخليك يا فندم، شكرا. وإن شاء الله دي كانت حلقتنا النهاردة أعزائي المشاهدين، أرجو أن تنول الحلقة إعجابكم، وإلى اللقاء إلى حلقة أخرى إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.